نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول لكي نتعرف على الصدارة. من يعلن حضوره مع المساري هو الانطلاق شاهين، يتقدم الجميع لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. من يتابع هذا الانطلاق نقلة مباشرة مع المركز الثاني، ياتي نقد لتعود الملكية لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسم سهيل بن سالم العامري في عملية تضميره. شاهين ينطلق مع المركز الثالث ويغير مباشرة مع المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. المركز الرابع يليه مباشرة هنا هملول لهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن يميل الوهيبي. من يتابع هذا الانطلاق خامس المراكز، ينطلق الأسد لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد محمد بن سعيد بن بروك الحميري، يتوبع الانطلاق يتولى عملية التضمير. المركز السادس نقلة مباشرة إلى القاطع اللي سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم سيف بن خلفان بن سيف الأغويص. من يتابع هذا الانطلاق المركز السابع، يتدخل مصعب تعود الملكية مصعب تعود الملكية مشاهدينا الكرام لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان بو حمد، يتابع الانطلاق نايم بن علي بن راشد الغيلاني في عملية التضمير. نقلة مباشرة إلى هملول مع المركز التاسع لهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن يميل الوهيبي، من يتولى عملية التضمير. عاشر المراكز ظبيان، تعود الملكية لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسم سهيل بن سالم العامري في عملية تضميره. هكذا النداء مشاهدينا الكرام للمراكز المتقدمة، دعنا كاملا مكمل نعود حيث البداية، نعود إلى شاهين مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول مسيطر منذ الانطلاق في مقدمة الشوط لهجن الرياسة شاهين بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف. من يتابع انطلاق شاهين وهو محتلا مع الصدارة. المركز الثاني شاهين لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري بذياب، يتابع انطلاق شاهين مع المركز الثاني. ثالث المراكز ينضم هملول لهجن الرياسة بمتابعة الظافر علي بن يميل الوهيبي. من يتابع هذا الانطلاق رابع المراكز، يتقدم مشاهدينا الكرام القاطع تعود الملكية، ولكن هنا ياتي الأسد لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد محمد بن سعيد بن بروك الحميري، يتابع انطلاقه القاطع مع المركز الرابع. وفي خامس المراكز ياتي نقد لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسم سهيل بن سالم العامري في عملية تضمير. وصل هملول لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي، يتابع هذا الانطلاق. القدوم من ظبيان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم العامري في عملية تضمير. يا سلام، يتقدم هنا وياتي مصعب لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناقم بن علي بن راشد الغيلاني ابو حمد، يرافق هذا الشعار والانطلاق. يتقدم القاطع لسمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم سيف بن خلفان بن سيف الغويص. هكذا النتيجه والوصول والتقدم الممتاز. يصل مهاجر اول اذاعه المهاجر، يتقدم ويغير من مركز الى مركز، ويا مرحبا بمهاجر وراعيه لسمو الشيخ محمد بن خليفه بن سيف بن محمد ال نهيان علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي، يتابع هذا الانطلاق بعمليه التضمير. هكذا النتيجه، هكذا مسار الشوط، هكذا الانطلاق والمسار. نعود حيث البدايه، نعود الى شاهين في مقدمه الشوط ومع المركز الاول مسيطر بكل قوه وبكل جداره لهجن الرياسه مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. من قدم لنا ابداعاته في هذا المساء يقدم لنا شاهين لهجن الرياسه بمتابعه المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. ابو سعيد يتابع هذا الانطلاق، ولكن يتقدم شاهين لهجن الرياسه بقياده المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، يتابع انطلاق شاهين هملول مع المركز الثالث لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي بولي مايل، يتابع الانطلاق. الكيلو الأخير لا بعده كيلو إلا النواميس والانتصارات. هنا يتقدم وياتي الأسد لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد محمد بن سعيد بن بروك الحميري، يتابع انطلاقه، ولكن هملول ينضم مباشرة مع المركز الرابع لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي بولي مايل.
الفضائل وتابع الانطلاق. نعود حيث البداية، نعود مع المجازف ومع المستحيل ومع الشواهين. هن على الصدارة لهجن الرياسة باختلاف المضمرين الفطاحة للكبار. صدرت الأوامر والرقص يحلو مع القعدان المهجنات الأصايل. هنا المستحيل وشاهين، يا سلام، هو على الصدارة شاهين لهجن الرياسة مع المركز الثاني مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. ولكن شاهين هنا المستحيل مع البداية، شاهين لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. بو النشمي يتابع انطلاق شاهين. المستحيل ابو ذياب هنا من بدأ يغير على الصدارة ويقدم لنا شاهين بشعار هجن الرياسة. تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهنية لك المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. أسعد الله مساك يا ابو النشمي على هذا الفوز والانتصار. لحظة وصول شاهين إلى خط النهاية معلن فوزه وانتصاره، مهدي هجن الرياسة هذا الناموس. المركز الثاني شاهين لهجن الرياسة، ثالث المراكز هملول لهجن الرياسة، رابع المراكز هملول لهجن الرياسة، خامس المراكز الأسد لمعالي الشيخ محمد بن بطيء آل حامد. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس لهجن الرياسة. وإلى المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من قدم لنا شاهين، تهانينا والناموس لك يا ابو النشمي. ونذهب مباشرة إلى قناة ياس الرياضية وإلى المخرج العزيز أسامة الهواري من يوافينا بالتوقيت الزمني لكل شوط. شكرا أبو طلعت. ننتظر وصول شاهين إلى خط النهاية. ها هو أمامكم شاهين، تهانينا لهجن الرياسة. 7 دقائق 32 ثانية وستا من الأجزاء، تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهنئة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصور. شاهين مع المركز الثاني لهجن الرياسة. 7 دقائق 33 ثانية 7 من الأجزاء، تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهنئة المجاز محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. ثالث المراكز وصل هملول لهجن الرياسة مع الظافر. 7 دقائق 35 ثانية 8 من الأجزاء، تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهنئة للظافر.